أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لقد أرسلنا نوحا إلى قومه فقال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره أخاف عليكم عذاب يوم عظيم. قال الملأ من قومه إنا لنراك في ضلال مبين. قال يا قوم ليس بي ضلالة ولكني رسول أبلغكم رسالات ربي وأنصح لكم وأعلم من الله ما لا تعلمون. أوعجبتم أن جاءكم ذكر من ربكم على رجل منكم لينذركم ولتتقوا ولعلكم ترحمون. فكذبوه فأنجيناه والذين معه في الفلك وأغرقنا الذين كذبوا بآياتنا إنهم كانوا قوما عمين. صدق الله العلي العظيم. صدق الله العلي العظيم وصدق وبلغ رسوله الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والمصدقين. شكرا للقارئ حسن عباس رزاق على هذه التلاوة والمشاركة الطيبة. أحبتي أنتقل بكم الآن إلى الأساتذة في اللجنة التحكيمية لنستمع إلى ملاحظاتهم وأبتدئ من الشيخ الدكتور أحمد نور الدين حكم مادة الوقف والابتداء. الأخ الكريم حسن عباس ما شاء الله قراءته في الأعم راعى فيها الوقف والابتداء. هنا بدأ من قوله تعالى يا قوم اعبدوا الله، يعني وقف عليها، وكنت أضطر يعني وكنت أتمنى أنه عندما وقف عند قوله تعالى فقال يا قوم اعبدوا الله أن لا يصل ما بعده، يعني أن لا يقف هناك ثم يقول ما لكم من إله غيري. هذا القول لمن؟ لسيدنا نوح.
فلذلك الأفضل كان أن يقول: فقال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره، لأن هذا القول قوله كما مر سيدنا نوح عليه وعلى نبينا أفضل الصلاة والتسليم. ثم قرأ الآية التي بعدها كاملة وأحسن، وكذلك التي بعدها، وهكذا إلى الآية 63. هنا في قوله تعالى في الآية: سكت سكتة ما بين جاءكم وذكر، يعني شبه سكتة، وهذا نبهنا عليه مرارا وقلنا أنه هذا لا يجوز في أثناء التلاوة. وقف كذلك بعدها لينذركم اضطرارا، ثم أكملها. وكذلك في الآية 64 وقف على قوله تعالى: كذبوا بآياتنا، وهنا كان الوصل والوقف يعني جواز الوجهين وأحسن، إذ أكمل ما بعدها. أسأل الله سبحانه وتعالى له التوفيق والسداد. شكرا لكم جناب الشيخ الدكتور أحمد نور الدين على هذه الملاحظات. أنتقل إلى حكم قواعد التجويد الدكتور السيد حسين الحكيم. الشكر والتقدير للقارئ حسن عباس رزاق على هذه التلاوة المباركة وفقه الله، لكن هناك بعض الأمور لابد للقارئ أن ينتبه إليها. المسألة الأولى مسألة الفصاحة وعدم لوك الحروف، ويرجى تبيينها بشكل واضح ولا تكون هناك أشبه بالضبابية للحرف. يجب أن يكون حرفا جليا واضحا لا تختلط صفاته مع الصفات الأخرى للحرف المجاور. الأمر الآخر، الملاحظة المنفردة، كان هناك عدم رعاية أو نقص كما هو في اللائحة، نقص في أحكام التلاوة من حيث الأداء لإخفاء النون أو التنوين، تكرر عنده في موضعين أو ثلاثة، كما في قوله تعالى: أن جاء هذا الإخفاء، وكذلك الإخفاء الثاني فأنجيناه. أيضا صار عنده عدم وضوح لحرف الذال المشدد في قوله تعالى: كذبوا، لم تكن ذالا صحيحة فصيحة مشتملة على الرخاوة. أيضا صار ما الطبيعي زائد في نفس هذه الكلمة كذبوا زائد عن حده. أسأل الله التوفيق للقارئ في هذه المسابقة. شكرا لكم جناب الدكتور السيد حسين الحكيم. أنتقل إلى الأستاذ حيدر الخزاعي حكم النغم. أهلا وسهلا ومرحبا، وشكرا للقارئ حسن عباس رزاق من النجف. هذه التلاوة التي لا تخلو من السلب والإيجاب. الإيجاب: وضوح النغمات وجمالها وانسجامها كالبياتي والرست والسيقى والحجاز والختم بالبيات، وهذا شيء جميل جدا. حسن الانتقال ووضوح هذه الانتقالات بين مقام وآخر، هذا محسوب له، والإحساس الذي كنا نستمع إلى أدائه، هذه ما هي الإيجابيات. أما السلبيات التي وقع بها أو الخلل الذي وقع به: سرعة الجمل وعدم مراعاة إيقاعها، عدم إكمال المقامات التي استعرضها وهي الرست والسيقى والحجاز، واكتفى بتصوير هذه المقامات في أسلوب رتيب ومتكرر كما جاء به القراء المشاركين قبله. أتمنى كنت أني خالف القراء بأسلوب معين بطريقة معينة، أنه يصور النغمة يعتني بعد أكثر. أتمنى للتوفيق إن شاء الله تعالى، جعله الله في ميزان حسناته. شكرا لكم جناب الأستاذ حيدر الخزاعي. الأستاذ وسام عبد الساد البصري. بسم الله الرحمن الرحيم. شكرا جزيلا للأخ القارئ حسن عباس على هذه التلاوة اللطيفة. في الحقيقة الأخ حسن صاحب صوت جميل وقوي ولطيف، ظهر ذلك جليا خلال هذه التلاوة المباركة. لاحظنا لديه نوع من التقليد الصوتي في الجملة الأولى وبعض جمل الاستهلال أو تغليظ لنبرة الصوت، هذا شيء يعني غير طبيعي في الحقيقة. التوسط كان متميزا وكان جيدا في استقرار الصوت، إلا أن أصبحت لديه إشكالات عند التدرج في الصعود لمنطقة الجواب عند الإتيان بجواب المقام. صارت لديه أو كانت لديه بعض الإشكالات في الارتكاز وفي استقرار الصوت بسبب السرعة كما أشار الأخ الأستاذ حيدر، ونتمنى له التوفيق إن شاء الله.